التوبة، التوبة هي منزلة شريفة لا يرتفع عنها أحد لارتفاع منزلته عند الله، كما لا يحرم منها أحد لكثرة ذنوبه. ويجب ملازمة التوبة في بداية الأمر ونهايته. بلغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ذر رحمه الله: حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العبد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. وللتوبة ركنان: أحدهما الندم، فيجب الندم على ما أتى به من القبيح لقبحه، وما أخل به من الواجب لوجوبه لكونه إخلالاً بواجب، ويبالغ في هذا الندم مبالغة شديدة حتى تكون أبلغ من الندم على ما أخطأ فيه وقصر من أمور الدنيا حسب الإمكان. ويتوب من كل ذنب بعينه إن أمكن، وإلا فمن جميع ذنوبه جملة مع عدم انحصارها، ويقضي ما فرط فيه من حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين على الوجه المخلص شرعا. أما الركن الثاني من أركان التوبة فهو العزم أن يعزم عزما قويا أبلغ ما يمكن ألا يأتي شيئا من القبيح ولا يخل بشيء من الواجب، وليكسر شهوته وليذل نفسه بتحمل شيء من الطاعات الشاقة كالصلاة والصيام ونحوهما.